طبعا كنت المركز الاول السنه دي على ستيم علم علوم. طبعا هنا الفضل لله اولا واخيرا. لو هنتكلم عن ستيم فستيم كانت احسن تجربه خطها في حياتي والحمد لله ختمت بين كويس، فانا ان شاء الله مش هندم عليها ابدا. انها كانت تجربه جميله جدا في بناء شخصيه ما كانتش هتتبني في اي مكان تاني. يعني هي الحمد لله كان يعني اشهد لنظام ستيم بالنجاح فعلا. اشهد لنظام ستيم بان هو نجح في مصر في كل الحاجات. طبعا حاجه تاني ان الحمد لله دخلت ستيم بعد ثالثه اعدادي، يعني كان الفضل ده طبعا ثم لدكتور محمد اشرف، ده انا هذكره وازيد في شكره كل وقت، عشان هو فعلا يعني يمكن هو السبب الاساسي ان انا موجود في المكان ده دلوقتي. هو اللي وجهني وهو اللي نصحني، ربنا يجزيه خيرا. بعد كده دخلت المدرسه الحمد لله. طبعا كان لوالدي دور كبير جدا في ان انا اصلا عمليه التقديمات، وكان بيجري معايا في كل حته والورق ومش عارف ايه. دخلت المدرسه الحمد لله، المدرسه عجبتني جدا، نظام وكذا زي المدرسه اللي بنشوفها بره، وكنا مفتوحين فيها اطفال اللي هو جنبه مثلا والحاجات ديت، المدرسه الجميله اللي كنا بنسمعها. فلقيت المدرسه كده بالظبط، يعني الحمد لله اتقبلت. بس ان شاء الله يعني مثلا كليه الطب في الجامعه اللي ربنا يرزق بيها، او ربنا ممكن يخليني اميل لحاجه تاني في اي جامعه تاني او كده. قلت له بقى لوالدك قاعد جنبك هتقول له ايه؟ طبعا انا اوجه لوالدي الشكر حقيقي من كل قلبي، ان هو اكتر يعني هو فعلا ساعدني بقدر كبير جدا. من اول ما بدات مشوار التعليمي كان هو اللي بيذاكر لي الرياضيات من صغري، هو اللي بنى اصلا دماغي وكان بيوجهني ان انا اتعلم مش بطريقه التلقين. حتى لما كان بيذاكر لي كان بيخليني انا اللي احل وانا اللي اعمل واناقش ومش عارف ايه، فدي كانت حاجه كويسه وده اللي احنا عايزينه في ستان. طبعا واهلي كمان ان هم خلوني ما اخدش دروس في ابتدائي، ده خلاني برضه اذاكر مع نفسي وهكذا. طبعا ساعد في نظام ستيم شغل نوع. يعني نفسك تدخل ايه وانت كنت يعني بتفضل كليه ايه؟ طبعا هي كليه الطب اكيد حلم اي طالب مصري جايب مجموع، فهي ان شاء الله هتبقى مهنه كويسه، ونسال الله يعني ان احنا نكون لو ربنا قدرها ان احنا نكون يعني مثال كويس لطبيب مثلا، ان هو بيراعي الناس وهكذا ومش بياكل الناس. ماشي. مذاكره كساعات دي مش حاجه ثابته اطلاقا. في المشروع بتاعي كان بياخد وقت، انا مره اشتغلت في 3 ايام في المدرسه 30 ساعه على ان انا مجرد اعمل حاجه في المشروع اللي هو الناس شايفه ان هو مش عليه درجات، يعني هو مجرد عليه 20% لسه من درجتي، بس انا كنت شايف ان هو حاجه تاسك عليا يعني المفروض اعملها. فانا قعدت فيه 30 ساعه اللي هي فيه يعني عاده الواحد مثلا هيقول ليه هنشتغل مثلا نقعد كذا، وده كان مجرد في سطر واحد في برمجه، يعني عشان بس الناس تاخد بالها ان احنا اقضي وقتك في مشروعك في اللي عليك. ده مثلا في المدرسه بيبقى وقت المذاكره قليل، انا كان في ايام بذاكر فيها مثلا 3 ساعات 4 ساعات، ممكن ايام ما ذاكرش فيها خالص، ايام المدرسه الضغط وهكذا في المشروع، ايام المشروع